الدكتورة أمل عبد الحميد، مسؤول المؤتمر الدائم للمرأة العاملة أو المنسق العام للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة. المؤتمر الدائم للمرأة العاملة زي ما احنا قلنا ان ده الانعقاد الثاني ليه. الانعقاد الاول او التأسيسي كان في ديسمبر 2013، يعني بقاله سنة تقريبا بيشتغل. هو عبارة عن مظلة بيجي تحتيها كل المبادرات اللي جاية من العاملات بكل القطاعات والنقابات والأحزاب والنشطات ومنظمات المجتمع المدني، بتشتغل تحت هذه المظلة عشان تبحث مشاكل النساء العاملات داخل أماكن العمل بكل ما يعنيها من قضايا، سواء إذا كانت قضايا تشريعية، يعني قضايا ليها علاقة بالقوانين وقانون العمل بشكل محدد، أو ليها علاقة بالثقافة المجتمعية بما تعكسه على حياة المرأة العاملة وعلى شغلها داخل أماكن العمل. هو كل العاملات تقريبا اللي احنا بنشتغل معهم هم عاملات جوه نقابات مستقلة، عاملات فاعلات ونشطات بيشتغلوا على حل قضاياهم من خلال النقابات المستقلة. النقابات المستقلة هي المنفذ بالنسبة لهم، أو هي الإطار التنظيمي اللي من خلاله بيقدروا ان هم يعبروا عن المشاكل بتاعتهم ويطرحوها على الرأي العام. وبالتالي أنا شايفة أن النقابات المستقلة من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لهم، ويعني هم مؤمنين بها إيمان كامل وحيحاربوا على أساس أن هم يقدروا يتواجدوا فيها ويطرحوا مشاكلهم على الرأي العام من خلالها بشكل أكيد. هو مش في تعنت، هو في تجاهل لمطالب النساء بشكل عام، العاملات، مشاكل العمال بشكل عام، ومشاكل النساء على بشكل أكثر تحديدا. وطول الوقت احنا بنتكلم على انه فعلا احنا ليه بنشتغل على النساء العاملات، لانه في مشاكل هي بتقع على العمال وعلى العاملات، ولكن كمان بتزيد حدتها على العاملات باعتبار انه بيبقى في تمييز سواء تشريعي او قانوني على العاملات، فده بيخلي العبء أو بيخلي المشاكل تتفاقم أو تتزايد على العاملات أكتر كمان من الشكل العادي أو أكتر من المطروح قانون. شكرا.